إذن ما إن أعلن أو أعلن عن انتصار اليسار في الانتخابات الفرنسية حتى دق ناقوس الخطر بين أوساط اليهود الفرنسيين؟ موقع إسرائيل اليوم قال إن عددا من الشخصيات اليهودية حذرت من أن فوز اليسار قد يفاقم معاداة السامية في فرنسا، داعية إلى اليقظة في وجه قيادة هذا التحالف اليساري، وهو ما أعلنه صراحة السياسي اليهودي برنار هنري ليفي، معتبرا أن اليسار وقع مرة أخرى فريسة لميلانشو سيء السمعة، والذي تحيط به الآن بعض الوجوه الجديدة لمعاداة السامية، وأنه ليس أمام اليهود سوى النضال ضد هؤلاء، قاصدا هنا اليسار، داعيا الديمقراطيين الاشتراكيين إلى إلغاء اتفاقهم مع ميلانشو المعادي للسامية بشكل علني بحسب تعبيره. في حين دعا أفيغدور ليبرمان عضو الكنيسة الإسرائيلي ورئيس حزب إسرائيل بيتنا، دعا يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل، معتبرا أن انتصار حزب يساري راديكالي في فرنسا هو تصعيد كبير في معاداة إسرائيل والسامية، وأن ميلانشو والعديد من أعضاء حزبه فرنسا الأبية يظهرون معاداة للسامية بشكل واضح، محذرا من مخاطر تغيير الجو العام العالمي الداعم لحماس بوجه إسرائيل.